اسال الدكتور علي. تفضل ابو مصطفى من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اخي الكريم. حياكم الله اخي. اعتقد الدكتور يتفق معي ان المشكلة في اساليب العلم والتعليم ومناهجنا الدراسية في مختلف، وحتى طريقة تفكيرنا والاساليب التي تقوم بها وسائل الاعلام لايصال الفكر الى الناس. نحن نعلم ان القرآن بدأ بقوله تعالى اقرأ، فحتى على القراءة، فكم من مجتمعنا اليوم العربي يقرأ كما تقرأ الأمم الأخرى. كما أنه قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي يخاف الله هم العلماء. كذلك أحد الأئمة يقول الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع ينعقون مع كل ناعق. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن عالما أو متعلما ولا تكن لاهيا متلذذا. نرى اليوم أن أساليب الفكر للمجتمع الإسلامي تقوم على عرض الإسلام المزيف، حيث نرى قضية مثلا نحن نرى الأمم الأخرى تقيم أنصاب لمفكريها وعلماءها وتحتفل بهذا اليوم بيوم وفاته أو ولادته، بينما نحن في أمتنا نقوم بهدم أضرحتهم ومساوتها بالتراب، ونقوم بقضية إثارة موضوع رضاع الكبير وتكفير الطوائف فيما بينها بينها، ونسينا قضيتنا. يعني تقصد أبو مصطفى طيب، يعني أنت تقصد أنه في إشكالية في تعاملاتنا فيما بيننا، كيف يمكن أن نصل إلى مثل حالة استراتيجية صحيحة مثل ما تفضل الدكتور ونحن نعيش مثل هذه الفجوة؟ ستسمع التعليق. أنا شاكر لك عشان ما أطيل على الإخوة المتبقين. الأستاذ خالد من السعودية، واختم به هالفقره لو سمحتم. استاذ خالد، مساك الله بالخير يا دكتور. مساء الخيرات، مرحبا، تحيه لك وتحيه لضيفك العزيز. هلا والله، تفضل.